نظمت دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي لأول مرة حفلا للميزو سوبرانو المصرية العالمية فرح الديباني، وأقيم الحفل بعنوان رحلة البحر المتوسط بمصاحبة أوركستر لكورد كروازي، ويضم مجموعة من العازفين المصريين والفرنسيين. ان احنا نقرب الثقافتين الغربيه والشرقيه، فالاوركسترا هتلاقي الاوركسترا ميكست، او يعني ميكست بين موسيقيين شرقيين التخت الشرقي وموسيقيين غربيين. توزيعات احمد الموجي هو اللي عملها لنا، يعني احنا بنقدم اغاني غربيه زي مثلا مقاطع من اوبرات مشهوره من اوبرا كارمن، اوبرا شمشون ودليلا، وفي نفس الوقت برضو اغاني الفيروز والدليدا والاسمهان كلها بتوزيع غربي شرقي. في لحن منه هنلاقي اغنيه مشتركه لعبد الوهاب مع مؤلف فرنسي، فحاولنا نترجم الـ 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 الروابط اللي موجوده، وطبعا مع فيروز اغاني الفيروز. فهي فكره الحفل بشكل عام عن موسيقى البحر المتوسط، عن الروابط اللي موجوده الموسيقيه والفنيه ما بين دول البحر المتوسط.